السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحلى مشتركين وأحلى متابعين لقناة صفرة الهانم، يا رب تكونوا بألف خير وفي أتم صحة. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو جديد، هنعمل رز السمك بطريقة جديدة جدا. هنضيف مكون جميل كلنا بنحبه، الجزر. يلا اسمعوا الفيديو واستفيدوا بكل التكات والأسرار. وقبل أي حاجة ياريت تعملوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد، وشاركوا الفيديوهات عشان توصل لأكبر عدد من الناس. طبعا في العموم احنا بنعمل رز السمك رز وبصل بس، صح؟ طب تعالوا بقى نزود له قيمة غذائية النهاردة بإضافة الجزر، وبيبقى طعم وشكل وحاجة كده جميلة جدا. يلا بقى كده نشوف الطريقة بتاعتنا. اغسل الرز ونرجع تاني مع بعض. بصوا بقى، بنات دلوقتي هنعمل رز السمك. علشان اعمل رز السمك بطريقتي انا بعمله بالجزر، هحتاج رز اهو. تمام، ارفع لكم بس الكاميرا شويه. معايا رز غسلان، كوبايتين ونص رز، ومعايا بصل، ومعايا كمان جزر مبشور. يلا نشوف كده الطريقه مع بعض. الاول هاخد البصل اضربه في الكبه وارجع لكم. يا بنات نسيت طبعا اقول لكم على التوابل اللي بستخدمها. بستخدم ملح ونص معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره فلفل اسود، وكمان كمون. الكمون يعني تكتري فيه ما فيش مشكله. دلوقتي جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها اهي، وحطيت فيها زيت. انا بعمل الاسماك كلها عموما بالزيت، ما بضيفش اي زبده خالص الا مثلا الجمبري ولا حاجه. بصوا بقى يا بنات، دلوقتي نسيت اقول لكم على التوابل اللي بستخدمها. بستخدم كمون وفلفل اسود وملح. ودلوقتي خلاص حطيت اهو الزيت في الصينيه اللي انا هعمل فيها الرز اهو. تمام، والبصل ضربته في الكبه. حط بقى البصل، انزل بالبصل. بناكل الكاميرا شويه اهو. ابتدي بقى كده اقلب البصل. بصوا انا هعمل لكم النهارده الرز بطريقه مختلفه. انا منزله قبل كده رز الصياديه مغمقه البصله قوي، لان النهارده انا هعمل البصله وسط، مش هغمق الرز خالص. وعلى فكره في ناس بيعملوا رز السمك رز ابيض المفلفل الجميل ده، فمش لازم يعني رز السمك يكون غامق قوي. درجة تحميرك للبصل ده يرجع لك انت، احنا مش بنغمقها قوي عشان ما تمررش. تمام، انا هخليها النهارده وسط، هيبقى لونه كده مش غامق. تمام، البصل بقى تغمق وارجع لك تغمق بسيط. بص ابتدت دلوقتي البصل اهي لونها يتغير شوية، مش دي برضك الدرجة اللي انا عايزاها. انا عايزاها اغمق سنة بسيطة اهو. بصوا بقى يا بنات، هي دي الدرجة اللي انا عايزاها. ابتدي بقى انزل بالرز اهو. اقلب بقى التوابل. اقرب لكم شويه اهو. هقلب بقى كل ده كويس قوي، ولو حاسه ان هو محتاج توابل تاني هزود. خلاص جربوه بالطريقه دي، بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. ها
يا بنات، بقلب بقى كده شوية لحد ما الرز يخرز معايا، هبتدي اضيف الجزر ان شاء الله. بصوا بقى هو كده كويس قوي، معلش بقى الصوت دوت، انا بدمس فول اهو. هبتدي بقى دلوقتي انزل ايه بالجزر، الجزر مش هعمله كله، هاخد جزء للسلطة اهو. هبتدي بقى اقلب اهو، جربوه بالطريقة دي تحفة، والقيمة الغذائية عالية جدا يعني. هقلبه بقى تقليبة كويسة. اهو بيبقى بالمنظر ده، هسيبه بقى لما يخرز تاني، يعني ايه يعني ينفصل كده كله عن بعضه حبات الرز علشان ما يعجنش اما ازوده، وابقى ارجع اوريكم تاني. بصوا بقى يا بنات كده خلاص انا خلصته. هعمل ايه دلوقتي؟ هركنه بقى على جنب لحد ما اجهز للسمك، وبعدين وقت ما اخلص السمك خالص هزوده. انا برتب اموري يعني، الاول طلعت السمك، انا كنت طبعا غسلاه من قبلها بيوم حطه في التلاجة، قمت الصبح بدري تبلته وكمان حطيته في التلاجة تمام. ودلوقتي جهزت للرز وعملت السلطة، فاضل بقى عندي دلوقتي اعمل صينية السمك واقلي السمك الفيليه، وبعدين اثناء بقى خلاص على اخر مرة احطها في السمك ببتدي ازود الرز المية واسويه علشان يبقى صالح. خلاص يلا بقى كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا بنات كده خلاص خلصت اهو، هبتدي بقى دلوقتي ازوده ونشوف ان شاء الله بقى وانا بزوده وبعد ما يستوي ان شاء الله. بصوا بقى يا بنات دلوقتي هبتدي اسوي السمك تمام. بصوا بقى اهو زودته، هسيبه بقى يستوي ونشوفه لما ايه ان شاء الله يستوي باذن الله. بألف هنا خلاص كده الرز اهو بعد ما خلص بيبقى كده شكله كده، هو اغمق من كده شويه بس الكاميرا مفتحاه اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يلا جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.